طيب الآن أيها الإخوة، بعض الناس لا يزال يشغب ويسفسط سفسطة باسم العلم، يضحكون على الناس. أنا أستغرب حقيقة، أستغرب لماذا؟ لمصلحة من؟ نكذب على المسلمين وعلى المسلمات وعلى الكتب والمراجع والحقائق وعلى أنفسنا، لمصلحة من؟ أليس الحق أحق أن يتبع؟ نحن نريد الحق يا أخي. إذا لاح الحق وظهر ببرهانه نبخع له ونخشع وانتهى كل شيء. ولا تصلح الأمور إلا بالحق وليس بالباطل والتزوير. ذهبوا يقولون لا لا لا، هذه الزيادة غير صحيحة. أي زيادة تعنون؟ أي زيادة تعنون؟ قالوا زيادة يدعوهم إلى النار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هي زيادة خطيرة، خطيرة جدا جدا. هذه الزيادة خطيرة غير عادية. هو أصلا قوله تقتلك الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية، شيء عظيم. فكيف إذا انضم إليه، إذا انضم إليه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار؟ وليس في كتاب الله أيها الإخوة من داع إلى النار إلا أن يكون إبليس أو المشركون والعياذ بالله. إبليس أو المشركون الكفرة. شيء خطير التعبير هذا، دعاة النار يدعو إلى جهنم، طريق جهنم. تكون معه تسير في طريقه أنت تذهب إلى جهنم. أخشى أن يصدق هذا إلى اليوم. من يدعو بدعوة معاوية ويتمحل لمعاوية ويدفع عن معاوية ويستطار أيها الإخوة وربما تشقق شققه كما يقال من أجل معاوية، أن يكون المسكين هذا إيه؟ من الذين إيه؟ يسلكون سبيلهم إلى النار. نسأل الله العفو لنا والمسلمين جميعا والمسلمات. اللهم عفوك يا رب. المهم فذهبوا يطعنون في الزيادة، يلبسون على العوام ودراسات في الإنترنت والدكتور فلان والشيخ فلان، لأن العوام الذين لا خبر لهم بالأسانيد والمتون وكتب التخريج لا يعرفون، ولكن مفروض فيها زيادة مطعون. هل قرأت يا عدنان أنت الرد؟ على كل حال فأنا سأحكي لكم قصة هذه الزيادة وقصة هذه السفسطة والتشغيب، ثم تحكمون بأنفسكم إن شاء الله. في الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، هناك حميديان طبعا، أبي بكر الحميدي هذا متوفى في أول القرن الثالث الهجري، هذا قبل أحمد وقبل إيه البخاري، على ما أذكر سنة 1200، ليس هذا صاحب المسند، مسند الحميدي، لا، في الإمام محمد ابن فتوح الحميدي، هذا متوفى في القرن الخامس الهجري 488، عنده كتاب عظيم مهم جدا اسمه الجمع بين الصحيحين، الجمع بين الصحيحين. قال في المجلد الثاني صحيفة 346 لرقم 1794، قال وفي هذا الحديث أو في هذا الحديث زيادة مشهورة، ليست زيادة إيه منكورة أو غير معروفة، مشهورة معروفة وثابتة يعني عند العلماء، وطبعا سوف ترون طرق ثبوتها. في هذا الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها البخاري أصلا في طريقي هذا الحديث. طبعا الآن النسخ اللي عندنا في البخاري مذكورة هذه الزيادة في بعض الطبعات، أعتقد طبعة بولاق كما ذكر هؤلاء 1300 هجرية غير موجودة. إحنا ما يهمنا الطبعات هذه، طبعا فيها تصرف هذه، لكن نريد في الطرق بالأسانيد المحفوظة عند الأئمة والحفاظ. قال لم يذكرها البخاري أصلا في طريقي هذا الحديث، ولعلها لم تقع إليه فيهما، لعله لم يسمع هذه الزيادة حتى يرويها ويتحفظها ثم يثبتها، أو وقعت فحذفها لغرض قصده في ذلك، وهذا الذي رجحه ابن حجر كما سأتلو عليكم بعيد قليل. ابن حجر في الفتح رجح أن هذه الزيادة وقعت للبخاري والبخاري يعرفها، لكنه لم يثبتها في صحيحه لغرض، لمقصد يدل على عمق تعمقه، على إيه؟ على عمقه في العلم، على مدى تعمقه في العلم، سوف نرى هذا بعد قليل. المهم يقول ولعلها لم تقع إليه فيهما، أو وقعت فحذفها لغرض قصده في ذلك. لكن هذه الزيادة قال وأخرجها أبو بكر البرقاني وأبو بكر الإسماعيلي قبله، وفي هذا الحديث عندهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال أبو مسعود الدمشقي أيضا له كتاب في الجمع بين الصحيحين رحمة الله عليه، إمام جليل الحميد الآن يأخذ من أبي مسعود، في كتابه
لم يذكر البخاري هذه الزيادة. الآن انتبهوا إلى كلام أبي مسعود، وهي في حديث عبد العزيز ابن المختار وخالد ابن عبد الله الواسطي ويزيد ابن زريع ومحبوب ابن الحسن وشعبة، كلهم عن خالد الحذاء. طبعا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما برضو عن خالد الحذاء، لكن في كلا طريقي البخاري أصلا قال لم تروى هذه الزيادة، لكن هؤلاء كلهم تلاميذ خالد الحذاء وأثبتهم في خالد. هذه صيغة لدى العلماء الحديث، يقول لك أثبتهم في فلان أو فلان أثبت الناس في فلان، يعني أحسنهم وأوثقهم رواية عنه وتحملا. أثبت هؤلاء في خالد من؟ أثبت تلاميذ خالد في خالد شعبة ابن حجاج الإمام الجليل، مؤسس علم المصطلح تقريبا، هذا مؤسس علم المصطلح. شعبة يرويها هذه الزيادة، حتى يرويها شعبة وهو أثبت الناس في خالد، يرويها خمسة، يعني زيادة قوية جدا جدا. كون البخاري لم يذكرها لعلة أو لغيرها هذا شأنه، لكن إيه؟ لا نرد هذه الزيادة ونوهم الناس أنها ضعيفة أو لا أصل لها أو منكورة. لماذا هذا التدليس والكذب في العلم؟ عيب. إنا لله. ورواه إسحاق بن عبد الوهاب هكذا. وأما حديث عبد الوهاب الذي أخرجه البخاري دون هذه الزيادة فلم يقع إلينا من غير حديث البخاري. عجيب، يعني الكل أخرجه من هذه الطرق الخمسة عن خالد بالزيادة. إذن وين صار الاستثناء؟ طريق البخاري. شفتوا؟ إيه قال لك لا مطعون فيها، هل قرأت ماذا كتب العلماء؟ أنتم عليكم أن تقرأوا وأن تراجعوا. للأسف الشديد هناك قاعدة في العلم أيها الإخوة عمرها مئات السنين. العلماء مأمونون على ما نقلوا، مبحوث معهم فيما قالوا. للأسف يبدو أن هذه القاعدة لم تعد صالحة، انتهت صلوحيتها في هذا العصر الأغبر. نسأل الله يبدل الحال بخير منه، أن يبدل الحال بخير من هذا الحال. عيب، عيب على العالم أن يدلس وأن يكذب وأن يقطع وأن يأتي بالحق يبرزه في صورة الباطل، يدلس على الناس، مش معقول. بس الحمد لله نحن في عصر الإنترنت، والكتب موجودة لكل إنسان، مش شرط أن يكون لديك كتب ورقية، تدخل على الشبكة تنزل كتب مصور PDF تقرأ كل شيء تعرف كل حقيقة. لا تسلم عنقك، لا تسلم عقلك لهؤلاء للأسف الشديد، لأنهم ليسوا ذوي صدق، وهذا مؤسف جدا أن يقال، مؤسف جدا. المفروض العالم أن يكون دقيقا جدا وصادقا ولو على نفسه، ما في مشكلة، هذا الحقيقة. فلم يقع إلينا من غير حديث البخاري. يقول الإمام الحميدي هذا آخر معنى ما قاله أبو مسعود. قلت أنا فوضح من كلام أبي مسعود أن هؤلاء الخمسة جميعاً رووها عن خالد الحذاء، اللي هو يروي عن من؟ عن عكرمة. اللي روى عن من؟ عن أبي سعيد كما رأيتم. عكرمة وعلي ابن عبد الله بن عباس يرويان عن من؟ عن أبي سعيد الخدري. نعم، وكما قلنا لكم. طيب، ومن هنا قال الإمام الجليل والرجل الصالح محمد أنور شاه الكشميري رضوان الله تعالى عليه، أيضا هذا من علماء القرن الرابع عشر الهجري، إمام جليل في القارة الهندية، له شرح لطيف وسيط، ليس بسيطا يعني، ليس مسهبا وليس وجيزا، اسمه فيض الباري على صحيح البخاري، وله في تحقيقات ماتعة، له في بعض المواضع تحقيقات ماتعة وقوية مستجادة رضوان الله تعالى عليه. ماذا قال الإمام الكشميري في كتابه فيض الباري على صحيح البخاري المجلد الأول صحيفة 72-73 دار الكتب العلمية طبعة سنة 2005؟ وأجاب عنه الحافظ رحمه الله يعني ابن حجر بنحو آخر، قال إن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع، يعني بين الصحيحين، في كتاب الجمع بين الصحيحين، وقال إن البخاري لم يذكرها أصلا، ثم ذكر ما ظهر له في وجه حذف هذه القطعة أي الزيادة. قلت، الكشميري يقول قلت، فإن لم تكن تلك الزيادة ثابتة في هذا الطريق فإنها ثابتة في الخارج بطرق قوية، بخمس طرق على الأقل، فما يعني ما يضر أنها ليست ثابتة من هذا الطريق، ثابتة من خمس، إذا قلنا الطريق مؤنث، هي طريق وهو طريق، نعم، من خمس أو من خمسة طرق. فيقول الإمام الكشميري هذا ليس جواباً، إذا أردت أن تتعلل في مسألة أخرى في المعنى، في فقه المعنى عاد، بأن هذه الزيادة يعني لم يذكرها البخاري، قال الزيادة ثابتة، مش ثابتة في الطريق هذا، ثابتة من طرق أخرى قوية، فما ضرها أنها ليست ثابتة. فالجواب الجواب والنقد النقد، نفس الشيء برضو نعود نسألك نفس السؤال.
واضح؟ عن يزيد ابن زريع، احنا قلنا ايه؟ عن فلان وفلان وفلان وفيهم واحد اسمه يزيد ابن زريع. وعن يزيد ابن زريع هذا يروي عن من؟ عن خالد الحذاء ايها الاخوه. عن عكرمة عن ابي سعيد اخرجه ابن حبان. اذا من طريق يزيد ابن زريع اخرجه مين؟ ابن حبان بسند صحيح. وفيه الزياده بسند على ايه؟ على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين. غير عكرمه انفرد به مين؟ البخاري، لا يروي عنه ايه؟ مسلم، فهم رجال البخاري. سائر رجاله رجال الشيخين. رواه ابن حبان في الانواع والتقاسيم المعروف به صحيح ابن حبان برقم 7079. نعم. لا عفوا، 7078 بهذه الزياده. ورجع مره اخرى بعد مباشره رواه برقم 7079 عن طريق من؟ خالد بن عبد الله الواسطي. إذن عن طريق ابن زريع وعن طريق خالد ايه؟ الواسطي بهذه الزياده. واسناد ايه؟ روايه ايه؟ خالد الواسطي صحيح على شرط ايضا الصحيح. فيه وهب ابن بقيه، هذا من رجال مسلم. وعكر امام رجال البخاري، وباقي الرجال ايه؟ على شرطهما، على شرطهما، انتهى. فالحديث صحيح. نريد الان ان نقرا ماذا قال الحافظ ابن حجر، لماذا اختار البخاري ان يحذف هذه الزيادة، ألا يثبتها يعني. الذي رجحه الحافظ ابن حجر أن هذه الزيادة حتما وقعت للبخاري، لا تخفى على البخاري، لكنه أثر ألا يثبتها. أثر ألا يثبتها. في نسخ، نسخ إيه؟ للصحيح مثبتة. النسخة التي وصلتنا هذه إيه؟ مثبتة. أعتقد نسخة إيه؟ الشيخة كريمة مثبتة فيها. نعم. سوف نرى. هو أتى بكلام إيش؟ أبي مسعود عن طريق الحميدي. ثم قال الحافظ رحمة الله عليه: قلت، هذا فتح الباري المجلد الأول طبعة دار كتب العلمية طبعة الثانية 1997، المجلد الأول صحيفة 714. قلت: ويظهر لي أن البخاري حذفها عمدا، إذن مش لم تقع له كما إيه؟ يعني ظن إيش الحميدي. قال: لا، أن البخاري حذفها عمدا، وذلك لنكتة خفية، وهي أن أبا سعيد الخدري اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعها من صحابي آخر لكن لم يسمعها مباشرة، فدل على أنها في هذه الرواية مدرجة. والرواية التي بيّنت ذلك ليست على شرط البخاري، صح؟ اللي بيّنت أنه أبا سعيد إيه؟ اعترف بعدم سماعه إيه؟ هذه الزيادة من رسول الله مباشرة، لكن ليست على شرط البخاري. وقد أخرجها البزار من طريق داود ابن أبي هند عن أبي نضر عن أبي سعيد، فذكر الحديث في بناء المسجد، نعم، وحملهم لبنة لبنة وفيه. فقال أبو سعيد: فحدثني أصحابي، حدثني أصحابي، ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. هنا الكلام صار فيه اختلاط، حتى عليه فيه اختلاط، ويبدو حتى فيه اشتباع الحافظ بن حجر. هنا جعل الزيادة ليست إيه؟ يدعوهم ويدعونه، الزيادة تقتله الفئة الباغية. نعم نعم، هذا مصرح به هنا. إذن ليس الكلام، وينبغي أن نتنبه، انتبهوا. طبعا هؤلاء علماء أجلاء، لكن لكثرة أشغالهم واشتغالهم بعشرات المصنفات ودروس في اليوم 10-5 دروس 15 درس، طبعا يذهل الإنسان، هو يذهل، يحكي أشياء غير دقيقة. هذا هنا في اشتباه واضح، في اشتباه واضح. ولذلك بعض العلماء تجرأ قال: لم يصح عن رسول الله في قتل عمار حديث، أنكر المتواتر. موضوع أنه يا عمار تقتله الفئة الباغية، قالوا هذا ما صح عن رسول الله، هذا متواتر، إنكاره مجازفة، إنكاره مجازفة عظيمة. ولذلك إيه؟ ابن حجر هنا اشتبه عليه. المهم، فإذا هذه إيه؟ النكتة التي أشار إليها ابن حجر، الموضوع مش موفق. على كل حال، بغض النظر، بغض إيه؟ النظر، وعلى كل الاحتمالات، هذه الزيادة ثابتة من طرق خمسة، وأما هذه الطرق شعبة عن خالد الحذاء، فهي كما قال العلامة إيه؟ الكشميري، وكما قال كل هؤلاء الأجلاء، هي ثابتة وصحيحة ومشهورة، لا مجال للطعن فيها ولا سبيل إلى إنكارها. لماذا ينكرونها؟ لأنها لا تساعدهم، هذه تدمغ معاوية، تدمغه دمغا قويا، ومن سار في طريقه أيها الإخوة، دمغا مخيفا. زيادة إيه؟ يدعوهم ويدعونه. نعم.
ومن طريق محبوب ابن الحسن، إذا قلنا ابن زريع وخالد الواسطي، من طريق محبوب ابن حسن أخرجه الإمام أحمد في مسنده بهذه الزيادة برقم 11879. اللي يحب يرجع لمسند الإمام أحمد، الحديث رقم 11879 من طريق محبوب ابن الحسن بهذه الزيادة. قال محقق المسند الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله تعالى عليه: صحيح، ما فيه بهذه الزيادة، كله صحيح، هذه كلها طرق صحيحة، فلا مجال لإنكار هذه الزيادة. وهكذا سقط ما شغب ويشغب به هؤلاء من أجل إيه؟ أن يدفعوا عن معاوية شيئا نبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم.